اون ماتير كيما زانفيستيمونتير كي شفنا جيكا اليوم هذا مجمع عمومي قدرنا نحولوا الانتاج نتاعو مباشره للاقنعه والاحتياجات الطبيه. لو كان ما عندناش هذا المجمع ما كانش اللي من نمدوا يعني تعليمات على مستوى السلطات باش يحول الانتاج نتاعو. ولكن هو مجمع هذا ماهوش مخدوم مثلا بركي باش يدير الاقنعه في الظروف الاستثنائيه، هذا مجمع كان يلبي يعني الحاجيات نتاع البلاد نتاع المواطنين في ليزيفي فيستيمونتير يعني في مواد الالبسه والجلود بجوده عاليه. انا نتفكر انه في الثمانينات والتسعينات انا كنت نلبس من عندهم سيتي لا بروميير كاليتي. الحق وين كان يصدر يعني دي برودوي دو بروميير كاليتي. ا مومون دوني ان تي بلو كومبيتيتيف فينونسيرمون مش ايكونوميكمون، لانه لما تكون عندك منافسه نتاع مواد تكون رديئه ويعني باسعار هابطه والموانئ مفتوحه والجمركه خفيفه، تلقى روحك يعني وانت عندك عمال وعندك اعباء نامبورت كان اندستريال ناسيونال سوا بوبليك و بريفي يلقى روحه في اشكال مالي. هذاك الاشكال المالي من بعد طغى تحول الى اشكال هيكلي. اليوم يبقى فالوار كونترو فين سوليسيون للاشكال الهيكلي هذا، لانه عدد بعث هذه المجمعات الوطنيه سني با دوغماتيك ما راهيش يعني نظره ايديولوجيه، هي نظره استراتيجيه.